قصتنا عرض موسيقي يحمل أنماطا متنوعة تأخذ الأعمال الموسيقية الفلسطينية إلى سياق جديد يخرجها من قالبها الكلاسيكي ويفتح المجال للتطور على المستويين التقني والفني الإبداعي. الفكرة هي أنه يكون في مسؤولية مجتمعية، الفكرة هي أنه قطاع الأعمال العربي يفرجي كمان شراكة في تطوير مبادرات شبابية. أنا متحدث أنه في كتير شباب عندهم أفكار، بدهن مرات كلمة طيبة ومرات بدهن كمان شوية مصاري، بدهنش عشرات بس يعني 5-6 آلاف شيكل. أنا مذكر كيف أنا بلشت. الفكرة أنه إحنا نعطي دفشة لشباب اللي عندهم أحلام صغيرة اللي شوي شوي تكبر. فالفكرة أنه إحنا قطاع الأعمال يساعد مع الجمعيات، يساعد هدول الناس، هدول الشباب، نخدن 10-12 مبادرة، من جهة نعطيهن النصيحة، الطريقة، كيف يفكروا، كيف يطوروا فكرة، ومن جهة تانية إذا بحاجة لشوية مصاري كمان تكون متوفرة بدون وصاية كتير كبيرة. مرات كتير أفكار بتنقتل لأنه فيش إمكانية تنعمل من ناحية مالية. لا، إحنا بدنا نحاول نساعد هاي الأفكار أنها تتطور. شبابنا وشاباتنا يأخذوا مسؤولية على الحيز العام، إنه كل واحد فينا يقدر يكون مسؤول عن الحيز العام ويأخذ مصيره بإيده. بدون ما إحنا شبابنا ومجتمعنا يأخذ مصيره بإيده مش ممكن نعمل تغيير حقيقي. هذا العرض تحديداً عرض خاص جداً، وأجمل ما فيه هو القدرة الإبداعية الكبيرة في اللحن والتنويع للتوزيع اللحني اللي قام فيه حبيب شحادي من أغنية إلى أخرى. هذا العمل برأيي للأسف الشديد لو أنه موجودين إحنا في مكان آخر في حاضنة أوسع ثقافيا كان يرتقي إلى سماءات عالية جدا، لكن للأسف إحنا موجودين ببلاد لا تحترم الأقلية ولا تحترم نخبة الأقلية المبدعة مثل حبيب وغير حبيب بهذا العمل. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. للمزيد من قصصنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ترقبونا الأسبوع القادم في نفس المكان ونفس الزمن. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.